حبايبي الحلوين، رجعت لكم تاني النهارده بحرف جديد، هو حرف الحاء. يلا نبدأ. تعالوا نتعرف مع بعض على طريقة كتابة حرف الحاء بشكله الصحيح. زي ما اتعلمنا قبل كده في كتابة أي حرف لازم نركز على نقطة البداية والسطر. طب تعالوا نشوف هكتب ازاي حرف الحاء. هبدأ من عند نقطة البداية، امشي خط مستقيم صغير فوق السطر وارجع الف تاني نصف دائرة كبيرة تحت السطر. لازم واحنا بنكتب نركز مع الاسهم. طيب زي ما اتعلمنا قبل كده كل حرف ليه اصوات واشكال. تعالوا نشوف مع بعض اصوات واشكال حرف الحاء. اصوات حرف الحاء: حاء، حي، حو. تاني: حاء، حي، حو. طب تعالوا نشوف أشكال حرف الحاء. في أول الكلمة زي كلمة حمل، حا ما لا حمل، ده شكل الحاء في أول الكلمة. في وسط الكلمة زي كلمة نحلة، نحلة، ده شكل الحاء في وسط الكلمة. في آخر الكلمة زي كلمة رمح، رمح، ده شكل الحاء في آخر الكلمة. النشاط اللي معانا دلوقتي هو انطق واختر الصوت الصحيح. هيظهر عندي مجموعة من الأشكال وصوت كل شكل مجموعة من الأصوات المختلفة. المفروض نختار الصوت الصحيح. تعالوا نشوف مع بعض أول مثال: حوت، حو، حو، حوت. يا ترى هختار أي صوت لحرف الحاء؟ برافو، هنختار حاء ضمة. المثال اللي بعد كده: حصان، حي، حي، حصان. فكروا كده معايا هيبقى أنهي صوت مناسب؟ برافو، حي، حاء عليها كسرة. المثال اللي بعد كده: حقيبة، حاء، حاء، حقيبة. يا ترى هنختار أي صوت لحرف الحاء؟ برافو، حاء فتحة. المثال اللي بعد كده: حذاء، حي، حي، حذاء. يا ترى هنختار أي صوت لحرف الحاء؟ برافو، حاء تحتها كسرة. المثال اللي بعد كده: حمل، حاء، حاء، حمل. يا ترى أي صوت هيبقى مناسب؟ برافو، حاء عليها فتحة. آخر مثال معايا: حمامة، حاء، حاء، حمامة. يا ترى هنختار أي صوت مناسب؟ شاطرين، حاء عليها فتحة. برافو عليكم. النشاط اللي معانا دلوقتي هو انطق وارسم دائرة حول حرف الحاء. هيظهر عندي مجموعة من الكلمات والمفروض نضع دائرة حول حرف الحاء، سواء كان في أول الكلمة أم وسط أم آخر الكلمة. تعالوا نشوف مع بعض أول مثال: الحمل، الحمل. يا ترى سمعنا صوت الحاء فين؟ برافو، في وسط الكلمة، هنضع دائرة. المثال اللي بعد كده: فحم، فحم. يا ترى سمعنا صوت الحاء فين؟ برافو، في وسط الكلمة. المثال اللي بعد كده: قمح، قمح. يا ترى صوت الحاء، شاطرين، في آخر الكلمة. معانا كلمة حليم، حليم. يا ترى سمعنا صوت الحاء؟ برافو، في أول الكلمة. حقل، حاء، حقل. يا ترى سمعنا صوت الحاء؟ برافو، في أول الكلمة، شاطرين. النشاط اللي معانا دلوقتي هو اكتب الحرف الأول مع الضبط.
هيظهر عندي مجموعة من الأشكال والمفروض نضع الضبط المناسب للحرف. تعالوا نشوف أول مثال. حوت حو حو حوت. يا ترى هنضع أي حركة على حرف الحاء؟ برافو، حوت حاء ضمة. المثال اللي بعد كده، حذاء حي حي حذاء. يا ترى هنضع أي حركة على حرف الحاء؟ شاطرين، هنضع تحتها كسرة. المثال اللي بعد كده، حمل ح ح حمل. يا ترى هنضع أي حركة على حرف الحاء؟ برافو عليكم، الفتحة. شاطرين. لاحظ ولون الصورة التي تبدأ بنفس الصوت. تعالوا نشوف أول مثال. دي صورة حقيبة، ح ح حقيبة. هيظهر عندي مجموعة من الأشكال غير الملونة، المفروض نختار الشكل اللي بيبدأ بنفس الصوت في كلمة حقيبة. تعالوا نشوف الأشكال مع بعض. حمل حمامة حوت. تاني، حمل حمامة حوت. يا ترى أي شكل بيبدأ بنفس الصوت في كلمة حقيبة؟ فكروا كده. شاطرين، حمل حقيبة حمل، بيبدأوا بنفس الصوت. ايه تاني؟ برافو، حمامة حمامة. احنا حطينا علامة صح، المفروض نبقى نلونها. الصورة اللي بعد كده، لحم لا لا لحم. تعالوا نشوف الأشكال اللي عندي ونختار الشكل اللي بيبدأ بنفس الصوت. يا ترى هنختار ليمون لسان لوحة. تاني، ليمون لسان لوحة. يا ترى أي شكل بيبدأ بنفس الصوت في كلمة لحم؟ شاطرين، ليمون. فكروا في حاجة تاني. برافو، لوحة. المثال اللي بعد كده، حذاء حي حي حذاء. تعالوا نشوف الأشكال اللي عندي. يا ترى هنختار حمار حبل حصان. تاني، حمار حبل حصان. يا ترى هنختار أي شكل بيبدأ بنفس الصوت في كلمة حذاء؟ برافو، حمار. إيه كمان؟ حصان. شاطرين. النشاط اللي معانا دلوقتي هو احذف الحروف المتشابهة لتكتشف الكلمة المفقودة. عندي مجموعة من الحروف، المفروض نحذف أي حرف متكرر عشان نكتشف إيه الكلمة اللي هتظهر. تعالوا نشوف كده مع بعض، ممكن نحذف إيه من الحروف اللي عندي دي متكررة؟ شاطرين، ممكن نحذف حرف الألف. طب إيه كمان من الحروف دي مكررة وممكن نحذفه؟ برافو، ممكن نحذف الحاء. في حروف تاني متكررة ولا كده خلاص؟ برافو، هنحذف برضو حرف الفاء علشان مكرر. طب تعالوا ننطق مع بعض الحروف اللي موجودة، يمكن نكتشف منها كلمة جديدة. تعالوا ننطق مع بعض كده، لا با ن. تاني، الحروف اللي موجودة، لا با ن. طب تفتكروا من الحروف دي لو دمجناهم مع بعض ممكن نكون كلمة ايه؟ شاطرين، كلمة لبن. يبقى احنا كده كتبنا مع بعض كلمة لبن. برافو عليكم. النشاط اللي معانا دلوقتي هو اقرأ وصل الأصوات لتكون كلمات. تعالوا نشوف الأول ايه هي الحروف اللي موجودة عندي. حرف الفاء
الحرف اللي في النص ده حرف اللام، والحرف الأخير هو شطرين حرف الميم. في الدوائر اللي فوق دي هيظهر عندي كلمة في كل دائرة بس ناقصها الحرف الأخير. المفروض ننطق ونتهجى كويس علشان نشوف ايه هو الحرف اللي ناقص من الحروف الثلاثة اللي عندي ونوصله بالحرف الناقص علشان تكتمل الكلمة. تعالوا نشوف اول مثال واحنا هنفهم اكتر. نام نام، يا ترى هوصلها بأي حرف؟ شاطرين. نام لا، هنوصلها باللام علشان نكون كلمة، برافو عليكو، كلمة نمل. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده نتهجى برضو كويس. لا ح لا ح، يا ترى هنوصلها بأي حرف؟ شاطرين، هنوصلها بحرف الميم علشان تبقى كلمة لا ح م، كلمة لحم. احنا كده كتبنا كلمة لحم. نشوف آخر مثال. آن آن، هنوصلها بأي حرف؟ برافو، ف الفاء آن ف. طب تعالوا مع بعض نكتب كلمة أنف، برافو، كلمة أنف. يبقى احنا كده كتبنا كلمة نمل، كلمة لحم، وكلمة أنف. شاطرين. النشاط اللي معانا دلوقتي هو لون الحروف التي تكون الكلمة صاحبة الصورة ثم اكتبها. هيظهر عندي صورة والمفروض نختار الحروف المكونة لكل صورة وبعدين نرجع نكتبها مع بعض. تعالوا نشوف أول مثال. دي صورة لحم. شاطرين، صورة لحم. طب تعالوا ننطق كده ونشوف ايه هي الحروف المكونة لكلمة لحم. لا ده صوت، شاطرين، اللام. لا ح ح ده صوت، برافو عليكم، الحاء. لا ح م م، شاطرين. يبقى احنا كده اخترنا الحروف المكونة لكلمة لحم. طب تعالوا ندمجها مع بعض عشان نكتب كلمة لحم بشكل صحيح. لحم، احنا كده كتبنا كلمة لحم، برافو عليكم. المثال اللي بعد كده. نمل نمل، تعالوا نختار الحروف المكونة لكلمة نمل. نا نا، شاطرين، ده حرف النون. نا م م م، صوت حرف الميم. نا م ل ل، صوت حرف اللام. طب تعالوا ندمج الحروف دي كده مع بعض عشان نكون كلمة نمل. تعالوا نكتبها مع بعض، برافو، كلمة نمل. المثال الأخير. حمل حمل، تعالوا نتهجى مع بعض ونشوف الحروف. حا حا، ده صوت حرف، برافو عليكم، حرف الحاء. حا ما ما، ده صوت حرف الميم. ح م ل ل، صوت حرف اللام. شاطرين. طب تعالوا ندمج الحروف دي مع بعض عشان نكون الكلمة ونكتبها بشكل صحيح. كده هنكتب كلمة حمل، برافو عليكم. يبقى احنا كده كوننا مع بعض وكتبنا كلمة لحم نمل حمل. شاطرين. طيب تعالوا نشوف بقى المثال اللي بعد كده. بلح ب، صوت حرف الباء، شاطرين. ب لا لا، صوت حرف اللام. ب لا ح ح، صوت حرف الحاء. طب تعالوا كده ندمج الحروف دي مع بعض عشان نكتب كلمة بلح، برافو عليكم. يبقى احنا كده كتبنا مع بعض كلمة بلح. المثال اللي بعد كده. دي صورة لبن. لا ده صوت حرف اللام. لا ب ب، ده صوت حرف الباء، برافو عليكم. لا ب ن ن، ده صوت حرف
النون. طب تعالوا ندمج الحروف دي مع بعض عشان نكون كلمة لبن. تعالوا نكتب كلمة لبن. برافو، يبقى احنا كده كتبنا كلمة بلح وكلمة لبن. طب المثال الأخير اللي معايا عندي برضو مجموعة من الحروف، بس أنا بقى أنا مش هكون الكلمة دي، أنا عايزة كل واحد فيكم في البيت يفكر في كلمة معينة ويحاول يختار الحروف المناسبة ليها من الحروف دي ويكون الكلمة. كل واحد في البيت يفكر في كلمة. شاطرين. النشاط اللي معانا دلوقتي هو اقرأ ثم لاحظ صوت الحرف أول أم آخر الكلمة وضع علامة. هيظهر عندي مجموعة من الصور والمفروض نلاحظ نشوف صوت الحرف اللي هيتكتب عندي هيبقى موجود في أول الكلمة أم في آخر الكلمة. تعالوا نشوف أول مثال وإحنا هنفهم أكتر. دي صورة لسان. عندي لسان، ده حرف إيه اللي فوق ده؟ برافو، حرف اللام. طب نسمع كويس ونشوف يا ترى حرف اللام في كلمة لسان هيبقى موجود في أول الكلمة أم في آخر الكلمة. لي لي لسان. سمعتوا صوت اللام فين؟ برافو، في أول الكلمة. المثال اللي بعد كده حذاء. عندي حرف الحاء، يا ترى سمعنا صوت الحاء في أي موضع في الكلمة؟ حذاء، حي حي حذاء. شاطرين، سمعنا الحاء في أول الكلمة. المثال اللي بعد كده بلح، يا ترى سمعنا صوت الحاء في أول أم آخر الكلمة؟ ب ل ح ح، يا ترى سمعنا صوت الحاء فين؟ برافو، في آخر الكلمة. صورة جمل. عندي حرف اللام، يا ترى سمعنا صوت اللام في أي موضع في كلمة جمل؟ جا ما ل ل. شاطرين، سمعنا صوت اللام في آخر الكلمة. برافو. النشاط اللي معانا دلوقتي هو انظر واكتب الحرف الناقص. عندي مجموعة من الأشكال تحت كل شكل الكلمة اللي بتعبر عن الشكل ده بس ناقصها حرف. المفروض نسمع كويس ونركز علشان نعرف ايه هو الحرف الناقص ونكتبه في الكلمة علشان تكتمل الكلمة. تعالوا نشوف أول مثال مع بعض. دي صورة بلح. بلح، عندي حرف ناقص في كلمة بلح. تعالوا نتهجى كده مع بعض. ب ل ح، يا ترى ايه هو الحرف الناقص؟ ب ب ل ح. شاطرين، حرف الباء. المثال اللي بعد كده فم. فم فم فم، يا ترى ايه هو الحرف اللي ناقص؟ برافو عليكم، حرف الميم. احنا كده كتبنا كلمة فم. المثال اللي بعد كده لبن. لا ب ن، تاني لا ب ن ن، يا ترى ايه هو صوت الحرف الناقص؟ برافو عليكم، حرف النون. احنا كده كتبنا كلمة لبن بشكل صحيح. الصورة اللي بعد كده حمل. ح ما ل ح ما ل، يا ترى ايه هو صوت الحرف الناقص؟ برافو، حرف الحاء. يبقى احنا كده كتبنا كلمة حمل بشكل مكتمل. حرف الصورة اللي بعد كده أنف. آ ن ف، تاني آ ن ف، يا ترى ايه هو صوت الحرف الناقص؟ برافو، حرف النون. احنا كده كتبنا مع بعض كلمة أنف بقت بشكل مكتمل. الصورة اللي بعد كده بن. بن بو ن بو ن، يا ترى ايه هو صوت الحرف الناقص؟ شاطرين، بن. يبقى كده كلمة بن بقت بشكل مكتمل. برافو عليكم.
النشاط اللي معانا دلوقتي هو اقرأ وصل الكلمة بالصورة المناسبة. هيظهر عندي مجموعة من الكلمات، المفروض ننطق كويس كل كلمة ونتهجى علشان نقرأها ونوصل الكلمة بالشكل المناسب. تعالوا نشوف أول كلمة كده مع بعض. كلمة نتهجى مع بعض علشان نعرف ننطق الكلمة. نامل. كلمة نمل. تعالوا نوصل كلمة نمل بالصورة المناسبة. برافو عليكو. الكلمة اللي بعد كده برضو نتهجى وننطق صوت كل حرف لوحده الأول علشان نعرف نقرأ الكلمة. حابل. كلمة حبل. تعالوا نوصلها بالصورة المناسبة. شاطرين. الكلمة الأخيرة هي لحم. لحم. نوصلها بالصورة المناسبة. برافو عليكم. النشاط اللي معانا دلوقتي هو ضع دائرة على الحرفين المتشابهين في كل مجموعة كما في المثال. هيظهر عندي مجموعة من الحروف وفي حرفين متشابهين، بس حرف مكتوب بشكله الصحيح والحرف التاني مكتوب في أول الكلمة. مفروض نضع دائرة على الحرفين المتشابهين. تعالوا نشوف كده أول مجموعة. تفتكروا إيه هما الحرفين المتشابهين؟ فكروا كده معايا. حرف بشكله الصحيح وحرف في أول الكلمة. برافو. حرف النون. هنحط دائرة على حرف النون في أول الكلمة وشكله الصحيح. المجموعة اللي بعد كده، يا ترى إيه هما الحرفين المتشابهين؟ شاطرين. حرف الحاء بس بشكله الصحيح وشكله في أول الكلمة. برافو عليكو. المجموعة اللي بعد كده، فكروا معايا كده إيه هما الحرفين المتشابهين؟ برافو. حرف اللام بشكله الصحيح وأول الكلمة. فكروا كده إيه هما الحرفين المتشابهين؟ برافو. الفاء. هنضع دائرة على حرف الفاء. بكده النهاردة يبقى احنا رجعنا مع بعض حرف الحاء وحلينا تدريبات كتير على الحروف اللي درسناها مع بعض قبل كده. أشوفكم مرة تانية مع حرف جديد وتدريبات جديدة. باي باي.